وزعت الجمعية الكويتية للإغاثة بالتعاون مع الجمعية الطبية العراقية الموحدة مساعدات غذائية على نازحي محافظة نينوى في مخيمات نزوع بمحافظات الفرات الأوسط في إطار حملة الكويت بجانبكم. نعم، ويأتي توزيع المساعدات في إطار الجهود الإنسانية لدولة الكويت، وذلك لتخفيف المعاناة عن النازحين العراقيين في مختلف المحافظات العراقية. الشعور الإنساني النبيل والدعم اللامحدود من قبل دولة الكويت إلى الشعب العراقي الشقيق ضمن حملة الكويت إلى جانبكم لم يتوقف عن متابعة أحوال المتضررين بسبب الحرب ضد ما يسمى بتنظيم داعش، إذ أقامت الجمعية الطبية العراقية الموحدة للإغاثة والتنمية جولة توزيع أكثر من 500 سلة غذائية في مخيمات النازحين داخل محافظة بابل. سلة غذائية تحتوي على كافة المواد التي تساعد العائلة العراقية المهجرة بتقديم العون والمساعدة لها في ديمومة حياتها، وإن شاء الله من دولة الكويت الشقيقة والعزيزة على العراقيين. هذه رسالة كبيرة جدا لكل من يحاول أن يفرق بين العراقيين والكويتيين، الإخوان الكويتيين. اليوم تقوم الجمعية الطبية العراقية الموحدة للإغاثة والتنمية بتوزيع السلة الغذائية في مناطق الفرات الأوسط والتي تشمل محافظة بابل. العائلات النازحة بدورها ثمنت هذه الجهود الإنسانية العظيمة التي تقوم بها دولة الكويت ومساندتهم في أصعب الأوضاع المعيشية وما تفرضه آلة الحرب عليهم من تداعيات نفسية خطيرة. نشكر دولة الكويت الشقيقة لتقديمهم المساعدات القيمة الكبيرة للشعب العراقي، ونشكرهم ونحن نازحون في محافظة نينوى حاليا ساكنين في محافظة باب الأحلة. نشكر جهود دولة الكويت بمساندة الشعب العراقي وخاصة في أزمته هذه. جرى توزيع المساعدات الإنسانية بتنسيق من رئاسة الوزراء العراقية والحكومة المحلية في المحافظة وتحت إشراف سفير دولة الكويت لدى بغداد سالم الزمانان. توزيع المعونات الغذائية لمئات العائلات النازحة في محافظة بابل أعطى مساحة أكبر لدولة الكويت في رعايتهم. ياسر الحطاب، تلفزيون دولة الكويت، محافظة بابل.